برنامج إنسان في موسمه الأول خلاص، وخلصت معاه التجارب الاجتماعية اللي برزت عطف وحنان المواطنين في وقت الشدة. اقتنعنا بأن شعبنا ما يحملش الحقرة لا عليه ولا على غيره، وإذا شاف منكر يمس بالزوالي ما يخليهش حتى لو اللي غيره. قبل الوداع حبينا نستذكر معاكم المواقف المؤثرة واللقطات اللي عشناها في هذا الموسم، ونسمع شهادات الفنانين والممثلين اللي شاركوا معنا في هذا التجربة الاجتماعية. الاكسبيريونس كانت بزاف هايله باسكو انكا واحد اخر كامل. انا كنت نتورني ديجا كوميك، مي هاد العفسه باش نتعامل مع الناس ما على بالهمش بلي راني نتورني جوغ. كانت بزاف هايله، كان دو بيرسون بزاف قاسوني غراف جوغ. الاول الاخ هذاك اللي كان درت روحي انا زعما نمسح صبابط نشكرو بزاف غراف، كان حابك امك هادو روايه اختيتي هاكي خدمي وهذه ما تخدمي دوك نوريك فاش تخدمي روايح تخدمها ما تخدميهاش كاع. كاين هذيك المره زعما كي درت بلي بابا كان حيزوجني جوغ ما خديتش نقول كيفاش جوغ حابات عليا قالت له ما تمسهاش جوغ ضربات وجوغ ما تخافي ما والو. هيا روحي روحوا للدار سناي حياتك سناي مدام سناي حياتك بنتي واش بيك فوالا. نشكر ماما وبابا اللي خلوني باش نوصل الرساله للناس. نشكر الجزائر اليمن باش خلاتني تاني نوصل هاد الرساله. ليكيب تكنيك صابرينا، والصحفي المتالق هشام اللي نحبو بزاف عطاني فرصه باش نكون عندي خبره جديده، وكامل ليكيب تكنيك تاني اللي دوزت فريمون معاهم توب دي توب ماما اللي ما نساهاش كامل. كان شويه صعيبه الاول خطره، ومن بعدك تشوف بلي الشعب تاعنا تاع الجزائر هايل بلي مليح بلي يضربوا مازالهم عندهم الحنانه مازالهم عندهم هذيك رجوليه تاع يعاونوا. الحمد لله اللي مازلنا مسلمين. هذاك الراجل اللي عاود ولا باسكو غادو طفل وما عجبوش الحال كيف هذاك ولا هذيك المراه يبدأ تبكي ولا الاخرى اللي قالت لي هذا ما تخليش وليدك وكلش. روحي لداركم اختي ربي وكيلك روحي لداركم او تولي يبكي مسكين. رحت وتوليت ما قدرتش اختي رحمتك الله احنا قنط قنطتيني حق الله رحت الجامع قاعدين. ودوزيام غول تاع الكونسير عجبني بزاف هذوك البنات اللي جاو اللي حبوا يلقاو لي خدمه والسكنه، ومن بعد زاد جاو الاخرين تاع جمعيه عجبوني بزاف باسكو حبوا مساكن يضربوا معايا يكونوا معايا باش ما نباتش برا. كاين دوله تندبي على كل واحد كاين حباب ربي. بعثي له بنتو تيا من هاكي دير تبعي دوسي لهنا لوبيتال ترجعي تخدمي لهنا نورمال. دوك جيبي لي دوسي تاعك نحطو لك في دانينا ترجعي تخدمي من غدوه صح ولا غري قبل. اه جيبي تعطيني دوسي تاعك نحط دانينا دوك دوك جيبي لا دوسي تهضري معاهم يخدموا. مع الاول جور جاتني شويه بيزا، ومن بعد جور فهمت لو برينسيپ خلاص جور جو مي سوي لانسي ولات كوم اون بتيت فامي. اي ابري جور فرانشمون افيك لو تياتر افيك لو سينما افيك لا تيليفزيون سا ايد فرانشمون سا ايد باسكو جور يا با دو فوت ما لازمش تكون اون فوت تكون اون فوت يفيق لك الشعب ديريكتومون. لي جون كي مون ماركي سيتي كيما يقولوا
هادوك البليديه لو كوب البليدي فرانشمون سيتي مانيفيك عجبوني حارين سا ريبريزونت لي الجيريان. موالف كي نمثل يعطوني سيناريو ولا نبروفيزي حكا شي حاجه ولا الاخر، مي هادي شغل ديريكت مع الشعب، وعرفت باللي الشعب الجزائري ديجا من بكري معروف باللي قلب سخون ويعاون العباد، والحمد لله احنا معروفين كما نقولوا في وقت التضامن نضمنوا كاع مع نفس تاعنا. والحاجه اللي قاصتني لي جوندارم لي فريمون كانوا بريسيين وشغل كانوا في حيره ومن قوه قنعتهم شغل جاوا معايا باش ينحوا الدم. ماذا بيا ان شاء الله باذن الله الشعب الجزائري يقعد دائما هكذا، باسكو احنا معروفين بالتعاون بالحنانه وبدمنا سخون، مسح دمنا سخون في الخير ماشي في الشر. والله ما عرفتش بلي يبغوا رياجير كوم سا، مي الحمد لله يزون تري تري بيان رياجي، شوكوني بزاف، والله صدقيني غير بكيت كي شفتهم هكذاك. أنا كنت يعني كنت نجوز ليميسيون وهما بهذيك القوة هذيك الحرارة حابين يعاونوني، يعني فرحت الحمد لله. سكيما ماركي يا دو بيغسون، واحد المرأة مسكينة جاتني كانت تقول لي نديك لدارنا وتفطري في دارنا ونجي عندك يما، تسمى هذيك ولا غير نقولك صح حبيت نعرضها لداري. انا ماذا بيا لو كان يتشوف فيا الي لا بيان دوني، ماذا بيا لو كان يجيني لداري. واش نقول لك، الشعب تاعنا قوي بزاف وفيه الخير وحنين، في وقت الشده هذا ما يسمح في هذا، هذه اللي هي مليحه. جامي غنيت انا سوجي هكا سوسيال كامل كيما اللي يعرفوا اجر ديال ورطه نغني غرامي تنغني، لكن سوجي كيما هذا يعني سوسيال اجتماعي. كانت اول اكسبيريونس ليا، اول تجربه ليا، وعبر جينيريك وعبر برنامج شكل ما انسان اللي راه دركا راه خذا صدى كبير يعني في الشارع الجزائري. ونبدا لك من دارنا نكون ندير سبور، كندخل للدار نلقى الوالده تفرج ونبقى نشوف فيها نلقاها دمها. واش بيك تقول لي هاك تشوف وشغل العفسه؟ ماشي ما تقدرش تقولها نو يما ماشي صح ولا العفسه صح، شغل هذوك هما لي زالجيريان هذوك يعني راهم يرفدوا الصح واش راه صاري في الشارع صح، واش راه صاري صح في الشارع. واش راح نقول لك، كي تقيس يعني كي تقيس الناس اللي قراب ليك سما تما اللي تحس بلي هو هذا انجاز، ما انجاز يعني عظيم اللي قاموا به كامل ليك. الله يبارك. صح اول تجربه حاجه سوسيال هكا، وانا كي كلمني على كلمني كاتب كلمة الطهاري سيد احمد الطهاري تسمى رحبت بالفكره. انا قاستني الاغنيه كنت نخدم فيها ديجا، تسمى كي قاستني تقيس نورمالمون كي حاجه تقيس الانسان اللي يخدمها صاي، تسمى تقيس الناس و تسمى كانت تجربه جميله. وكي تجي تشوف الخدمه الناس اللي خدموها ديجا ناس الله يبارك كيما سيد احمد الطهاري كتب كلمات ديجا كلمات ما شاء الله، وكان موزع ثاني مروان طبالي تما هو ديجا يزيد لك في الاغنيه، ومن الكلمه كاين احساس تما حاجه تخدمت باحساس باسكو اغنيه تما جينيريك تما الله يبارك تجربه انسان.